لاحظ الجمهور آخر فترة تفاعل نانين بيوتي مع عدد كبير من اليوتيوبرز العرب عبر الستوريهات والفيديوهات، فقبل فترة دامت طويلا كانت نانين رافضة فكرة التعاونات وما كانت تظهر مع يوتيوبرز بشكل كتير كبير. فشفنا تفاعلها مع عائلة خالها سياماند، شاهدوا سياماند وعائلة تالين تيوب وأسامة مروة ولا نولين، ومؤخرا ظهورها مع سعودي ريبورترز، فشاركوا فيديو على قناتهم كان بعنوان يوم كامل بحياة نارين بيوتي، واللي علق عليه الجمهور وبشدة كانت هاللقطة وردة فعل نارين على أغنية سعودي ريبورترز لما قالوا كلهم يغاروا حتى أنس وأصالة، حيث ركز الجمهور على هاللقطة نظرا للخلاف اللي كان بين نارين وعائلة أنس صالة قبل فترة واللي انتهى بصلحهم وانتهت المشاكل بينهم. أنا وسارة كلهم يغاروا حتى أنس وأصالة. وبالحديث عن نانين بيوتي فشاركت ستوريهات صرحت من خلالها أنها مسافرة لبلد عربي ما زارته من قبل، وعلى الأغلب هي مسافرة للأردن، فأخوها شيرو وصل للأردن قبل يومين. اختفاء نور ستاز وغيث مروان أقلق المتابعين، فآخر بوست وستوري لنور كان قبل 6 أيام واختفت من بعدها. أما غيث مروان فظهر بستوري صديق عمر القضاء ولكن لم يشارك أي ستوري على حسابه لحد الآن، فعلى الأغلب حبوا يبعدوا عن السوشيال ميديا ويرتاحوا شوي. فشو رأيكم بهالغياب؟ أما أنس وأصالة وأخيرا شاركوا فيديو جديد على قناتهم العربية من بعد انقطاع عنها دام أيام، فالمتابعين عم يشتكوا كتير من هالقطعات خاصة لما يشوفوهم متفاعلين أكثر على محتواهم الأجنبي، ولكن أنس وأصالة ردوا من قبل ووعدوا الجمهور بمحتوى مرتب ومتعوب عليه على قناتهم العربية ورح يرجعوا يتفاعلوا عليها مثل قبل قريبا جدا. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.